تشكل الثورات تجارب عملية خاضتها شعوب عدة بطرق مختلفة لتحقيق أهداف مثلت حلم البشر في كل مكان وزمان. الحرية، العدل، الكرامة الإنسانية. وفي الطريق إلى نموذج مصري خالصا كان لابد من النظر لتجارب الآخرين. الثورة الجورجية بعدسة مصرية. الكوبري ده يعني يعتبر من التصميمات الحديثة هنا في جورجيا، ونفس المهندس اللي عمله هو اللي بنى القصر الرئاسي هناك زي ما احنا شايفين. The most corrupt system in Georgia were two systems, police and university admissions. في أي مصلحة حكومية المواطن ده هو اللي خلى الناس دي تقبض مرتبات، فيعامل معاملة كويسة ويكون المكان مناسب. ما ينفعش الناس في أي مصلحة تقدم الكهرباء ولا مية ولا بتاع تقف والمجاري وراها أو الزبالة وراها، تعامل معاملة إنسانية. فعلى الحكومة إنها تصلح المصالح الحكومية وأماكن اللي فيها تواجد الجمهور. موظف بياخد 300 جنيه هيعمل إيه؟ هيعمل إيه؟ ما لازم ياخد رشوة مني، هياكل عياله منين؟ أنت برضه بص، هو شايف مديره فوق بياخد 20,000 جنيه، بقى لنا 8-9 أشهر بالنادي بحد أدنى وحد أقصى، ولا حد أدنى طبعًا ولا حد أقصى ولا أي حاجة اتعملت. المكتب الروتيني بتاع الموظفين عندنا ده بيبقى ممكن اخلص ورقه تساوي حاجات كتير قوي او ممكن تبقى مهمه، لا مبالاه، روح لده روح لده، ما فيش اي حاجه، مش مقدرين ان هم اللي قاعدين فيه ده. وفي حاجات فيها رقابه وفي حاجات فيها نظام، بس عامه عدم النظام والفوضى هي اللي شايعه في البلد. في المصالح الحكوميه المعامله بتبقى سيئه جدا، يعني بحس ان انا زي ما اكون داخله مثلا اطلب حاجه بتاعتهم او حاجه ملكهم، يعني هو المفروض شغلهم وبيأدوه، بدخل بطلب منهم الحاجه اللي انا عايزاها او بستفسر عن السؤال اللي انا عايزاه، الطريقه بتبقى مش حلوه، اسلوب الحوار مش حلو. عندنا جهاز حكومي شغال فيه 3 مليون شخص ما لهمش لازمه، انا شايف كده ممكن تقلصهم ل 100,000. عندنا قطاع خاص بيفتري على الناس. كل مؤسسات الدوله لازم يتعمل، لازم يحصل، لازم الثوره توصل لها، هي الثوره توصل لها. للاسف احنا ما قمناش بثوره قوي، يعني خليني اقول الحقيقه، هي مش ثوره قوي، هي رياح تغيير وغضب، عاصفه هزت النظام وقعت راس النظام، لكن مازال الجسد موجود بيحكم حتى الان. الثوره ما جتش التحرير عشان الناس تفهم كده، مش معنى ان احنا قاعدين في التحرير ان كده ثوره، الثوره في الشوارع دلوقتي، ثوره في اي شارع في اي منطقه.
دلوقتي في مكتب الخدمات التابع لوزارة العدل أو الـ House of Public Services. من الأول ما الواحد بيخش من الباب الزجاجي ده بيطلع على الريسبشن، وأنا في الريسبشن أنا جاي ككاستمر دلوقتي باخد منها كارت صغير. Thank you. بالكارت ده بشوف السيرفيس أو الخدمة اللي أنا محتاجها. عندي نوعين من الخدمات، خدمات سريعة، هنا كاميرامان ياريت تجيب لهم الخدمات السريعة. الخدمات السريعة دي مدتها حوالي دقيقة أو دقيقتين، تعالوا مع بعض نشوفها. وكمان الخدمات الأخرى اللي بتاخد وقت أطول من 5 دقايق، هنا أحب أقول لكم حاجة كمان، يعني لو خدنا بالنا هنلاقي ان هنا في كمبيوترات كلها متوصلة ليها اكسس على الانترنت، عشان اي كاستمر او اي عميل هنا يخش على الانترنت يشوف هو محتاج ايه، لو في ابليكيشن محتاج يطلعها او اي حاجة محتاج يملاها على الانترنت. هنا هو الكمبيوتر اهو، وكمان في حاجة تانية، لو مثلا أم داخلة مع أطفالها الصغيرين في مكان للأطفال كمان هنا علشان يقعدوا فيه. هناك كل حاجة هنا منظمة جدا وكمبيوترايزد والسيستم قوي جدا عندهم علشان ينجزوا الخدمات كلها في أقل وقت ممكن. هنا ده مكان الأطفال زي ما قلت لكم. اللوجو ده هنلاقيه فيه ألوان مختلفة، ده ألوان الـ House of Public Services، كل لون بيعبر عن حاجة، كل لون بيعبر عن خدمة أو سيرفيس المكان بيديها للناس. اللون الأصفر واللون الأحمر واللون البرتقاني واللون الأخضر، كل دول خدمة من الخدمات الكتير قوي اللي هنا بتطلع من الـ House of Public Services. تنظيم سر جمال المكان ده في نظامه. تعالوا مع بعض. نسيت اقول لكم حاجة، ان هنا عندهم كمان بانكينج سيستم، هنا في بنك اهو، علشان اي خدمة هياخدوها يدفعوها هنا في البنك ده عند الموظفين دول. طبعا انا اول ما دخلت اخدت رقم 4077. تعال نشوف على البورد هو نزل ولا لسه. احنا 4076 دلوقتي، يعني انا نيكست، بس ما عنديش اي سيرفيس. tell me exactly what's this department about. It's a public service hall, and it's the first case when everything is collected in one space. Here there is 5 services. It's a civil registration, public registration service, also the National Bureau of Enforcement and Notary Chamber, and also base of dance. And what are you exactly responsible of? What's your job description, in other words? I'm a representative of National Bureau of Enforcement. I give some advice to citizens, to customers. For example, I help them to register on internet auction. Also, I help them to buy or sell everything what you want or everything what they want. I mean, customers. For example, it's some
sometimes they want to buy cars or automobiles, also buildings and anything, and I help, I explain them how they must do it. That. How long have you been working here, and before working here, did you receive any kind of training? Yes, I have lots of training. During 5 months, I think I passed the training courses, and I'm working there. It's 5 or 6 months. Mm-hmm. Thank you. يا جماعة عايز أقول لكم المكان هنا فعلا مريح جدا، يعني احنا في مصلحة حكومية في الآخر، بس تخيلوا ان انا قاعد هنا عندي انترنت اكسس وكمان في مزيكا انا سامعها في المكان كله. انتوا متخيلين مدى الراحة اللي واحد بيخشها في حتة زي دي؟ يعني يا ريت نتعلم. Georgia witnessed a status quo or a coup d'etat. It has transformed from a revolution to the evolution. Tell me more about this transformation and how was Georgia pre and post revolution? Sure, it was it happened in 2003 in November, Rose Revolution, and in 2003 the country was in a very bad shape. It was a failed country. The economy was very poor, population was very poor. And the major problem of the country was corruption. It was electricity blackouts, no development of infrastructure, no creation of new jobs, and that's why actually people came out in the streets and demanded to change government, and they demanded only one thing: fight corruption, get rid of corruption, do whatever you want. And this is when Mikhail Saakashvili came in power with his new team, and since then many things have changed. Right now in 2011 we have a situation where economy is going up quite well. We are the only country in recent months that upgraded our GDP forecast. We are creating jobs, there is macro stability, and at the same time, according to many international organizations, we are one of the least corrupt countries in the world. Tell me, sir, what were the steps taken to fight the corruption? I think this was the biggest reform and most important reform in the past years. This is where the reforms that have the best and most important results in the end. To fight corruption was, I can tell you a simplified formula, which is not simple at all, but in the end, it comes down to a clean leader of a country who has political power to fight corruption and political will to fight corruption, who has capable team to do that, a very clean and clear rules of the game to be established by everyone, by team, which is followed by everyone. There are no exceptions, there is no immunity for anyone out of rules of the game, and support of population. Mm-hmm. Mandate from population to do very unpopular, very difficult things in a very short period of time in order to fight corruption. Because when you fight corruption, you have to fire people, you have to come up with new rules which are completely new to all society, and all that is not easy. And most of the time, every step like that is not popular amongst population. So all these five things need to be fulfilled in order to fight corruption successfully in a short period of time. And this is what happened in Georgia. Nile in Georgia.
دار الأوبرا في باتومي. فيلم اتصور في جورجيا. الناس هنا بتقدر جدا السينما. كفاريلي ليك من احلى الاماكن الموجودة في جورجيا. تعالوا مع بعض نتفرج على الطبيعة الخلابة. بحيرة تبليسكي إلى إحدى قمم جبال جورجيا. تعالوا معنا. هناك يا جماعة لو لاحظنا هنلاقي جبال القوقاز ارتفاعها حوالي 4000 متر فوق سطح الأرض، وهي بتفصل ما بين جورجيا وروسيا. مشاهدينا، احنا دلوقتي في احد المعالم السياحية اللي فعلا لفتت نظري. طبعا مش هقول لكم درجة الحرارة دلوقتي كام، احنا حوالي 10 تحت الصفر ومن على اعلى قمم جبال جورجيا. الحقيقة ان احنا قدام كنيسة جيفاري. كنيسة جيفاري اتبنت بعد معجزة لما السيدة العذراء ظهرت لبنت اسمها نينو. البنت دي كان عندها 14 سنة. العذراء قالت لها لازم تبشري بالمسيحية في جورجيا. الكنيسة دي بيرجع تاريخها لسنة 334. الصليب اللي عليها ده من فوق ده من أقدم الصلبان هنا في جورجيا. الحقيقة الكنيسة جميلة جدا وموقعها متميز جدا في مشكلة البرد اللي احنا فيه دلوقتي والتلج. عامة احنا هناخد دور جوه الكنيسة. طب هنا يلا كاميرامان تعالوا معايا. يا جماعة الجو انتوا مش متخيلين عامل ازاي هنا. تلج.
ودلوقتي يا جماعه احنا وصلنا عند الكنيسه فوق، كنيسه جوفاري في متسخيتا. متسخيتا كانت العاصمه القديمه لجورجيا. مش عايز اقول لكم يا جماعه المنظر هنا من فوق اكتر من رائع. في نهر هنا، الحقيقه هما نهرين مش نهر واحد، نهر بيبتدي من جبال القفاز ونهر اخر بيبتدي من تركيا، والاثنين بيلتقوا في المكان ده. احب اقول حاجه تانية، كاميرامان من فضلك، لو ركزنا هناك هنلاقي في كنيسه. الكنيسه اللي هناك دي يقال ان مدفون فيها رداء السيد المسيح، عشان كده ناس كتير جدا مسيحيين من جميع انحاء الكره الارضيه بيجوا الكنيسه دي. الكنيسه دي تعتبر رمز من رموز المسيحيه في جورجيا. دلوقتي في مدينة سغناغي المشهورة بزراعة الكروم أو العنب. على فكرة يا جماعة المدينة دي تم بنائها في القرن ال17 وانهارت مع انهيار الاتحاد السوفيتي، وتم إعادة بنائها مرة أخرى على الطريقة الجورجية. تعالوا مع بعض ناخد تور صغير في البلد. احنا حاليا دلوقتي امام مبنى وحدة تراخيص السيارات في جورجيا. واخيرا يا جماعة وصلنا الى مدينة باتومي. من جورجيا يا جماعة المنظر هنا من فوق اكتر من رائع. تيل هنا ودي دمه، نحاول نخش نحقق بقى في الجريمه احنا كمان. لا يا حبيبي اقف، لا لا انسى انسى ما تقلقش تعالى بس. طب لا يا عم وانت بتتفرج بحيط نايل سينما، هات يا عم البن. تابعونا على نايل سينما فقط. كريم صبحي، نايل سينما في جورجيا.